مساء الخير، معكم ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة. حالة من الخطر والحذر تخيم فوق أجواء أحد القضاة البارزين بلبنان. مطارات بعض دول العالم بتشهد مرحلة إغلاق وبتوقف الرحلات الجوية من جديد، وهذه الإجراءات ستؤدي إلى حالة من البلبلة والهلع والقلق بين الناس. هي كمان منشوفها لبعدين. العالم يغلي من جراء وقوع حدث عالمي، وأرى أكثر الدول رجاء تعلن حالات طوارئ، وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة وتداعيات هذا رحيل رجل دين معروف بطريقة مؤسفة وغير متوقعة هلأ بلبنان غير لبنان بعتقد ممكن يكون أحد الإعلاميين المعروفين سنراه بالمستشفى بسبب حدث مؤسف. الجنوب اللبناني سيعود إلى قلب الحدث من جديد، وسنرى المقاومة تستعد وتتأهب لمواجهة كل الاحتمالات الواردة، وبتكون مزارع شبعة في قلب هذا الحدث. عودة الحكم المدني وانتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة قريبا في دولة عربية. أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف. سنرى سلطنة عمان تتزعم الشأن العربي، وستكون هي المحور الأساسي والوسيط البارز والفاعل في اختراع الحلول لأكثر من أزمة عربية، وخاصة ما بين اليمن وليبيا. وسنرى سلطنة عمان ستدخل على خط الأزمات في تونس، ولكني أرى أن الدور الأكبر والمميز للقيادة في سلطنة عمان سيكون في سوريا، وسنرى السلطان هيثم بن طارق يقوم بجولة بين الدول العربية، والمرحلة القادمة ستشهد حركة دبلوماسية ناشطة وفاعلة ما بين سلطنة عمان والسعودية، وذلك بسبب حصول ثورات وأحداث بارزة. منطقة سياحية نراها مميزة في سلطنة عمان تكون محط أنظار الإعلام والعالم، والحدث بارز وكبير، وسنرى من خلالها عدد كبير من السياح والأجانب والعرب بقلب هذه المنطقة السياحية وبشكل غير مسبوق. ولا نستبعد أن تكون سلطنة عمان تسوي قرارات دبلوماسية بين سلطنة عمان وما بين سوريا وليبيا والعراق، وسيكون لها نشاط كبير مع المملكة العربية السعودية وقطر. سنشهد زيارة لوفد إيراني وقطري مشترك يزور المملكة العربية السعودية بشكل مفاجئ، وسوف تفتح هذه الزيارات أبواب صفحة جديدة وتمحو كل الخلافات السابقة بين قطر والسعودية وإيران وروسيا والصين، سنراهم في قلب هذا الحدث. جهود ومساعي جبارة سيقوم بها أمير دولة قطر من أجل إنجاح مساعي السلام وإعادة الاستقرار إلى عدة دول عربية، سواء كان من الناحية الاقتصادية والسياسية ابتداء من اليمن إلى سوريا ولبنان. وسنرى قطر والسعودية يدا بيد لإنجاح كل المساعي التي تصب لمصلحة العرب وبلاد العرب. كما سنرى أمير دولة قطر يقوم بجولة عربية واسعة، والمحطة الأولى تبدأ في إيران. كما سنرى أمير قطر يقوم بزيارات مفاجئة إلى الولايات المتحدة، وصورة تجمع أمير قطر مع الرئيس أيضا. كما أننا سنراه يزور لبنان أيضا. الجزائر. ستلعب الجزائر دورا فاعلا وبارزا في حل الأزمة والخلافات في ليبيا، وستقوم الجزائر مع كل الأوفياء في ليبيا إلى إنجاز هذه المهمة الجبارة بنجاح، من أجل إنهاء القتال والشغب والفوضى وعودة الاستقرار الأمني والسياسي إلى ليبيا. وسنرى تواجد جزائري بارز وفاعل على الأراضي الليبية خلال المرحلة القادمة. سنرى الجزائر بنهاية 2024 على عتبة أبواب التطور والتغيير الكبير، وتعود بقوة إلى العالمية من جراء حصول أحداث مهمة وبارزة تحمل معها بداية الخلاص من جميع المصاعب والظروف السياسية القائمة، وتصب في مصلحة البلاد والعباد وعلى كافة أنحاء الجزائر، خصوصا على الصعيد المعيشي. حدث رياضي بارز سوف يلمع في سماء الإعلام على أرض الجزائر، وهنا المفاجأة. فلسطين. مدينة غزة ستشهد المزيد من عمليات الاغتيال والتصعيد للأسف، وأرى الداخل الفلسطيني يلتهب بصواريخ المقاومة الفلسطينية. سنسمع عن موقف أمريكي حاسم وغير مسبوق يجبر العدو الإسرائيلي أن يتراجع ويتوقف عن مواصلة العمليات العسكرية في مدينة غزة وغيرها، وهنا سيكون الحدث.
ستحاول السعودية التدخل في الشؤون الفلسطينية، مما سيؤدي إلى حصول توافق وتغيير مهم في الصف الفلسطيني. العدو الإسرائيلي أمام الأمر الواقع الجديد. للأسف أرى الحزن يلف الأجواء والساحة الفلسطينية بسبب رحيل شخصية فلسطينية بارزة ومرموقة، والعدو الإسرائيلي أيضا يفقد أهم وأبرز شخصية مرموقة في إسرائيل. العراق. أرى العراق سينجح من خلال الأطراف الدينية والعشائر والقبائل العراقية في الوصول إلى موقف حازم وموحد لمواجهة كل أشكال القتال والتطرف المذهبي ومحاربة الفتنة، وذلك بمساعدة الجيش العراقي والقيادة الحكيمة في العراق. سوف يبرز في العراق دور كبير للمملكة العربية السعودية في رسم خارطة الطريق العراقية الجديدة، وسنرى الدخان الأبيض يتصاعد في أجواء العراق، وسنشهد عودة الأمن والأمان والاستقرار وزمن السلام والازدهار، وستكون السعودية هي الراعي الأكبر في حصول هذه التغييرات القادمة على أرض العراق من خلال المرحلة القادمة. ظاهرة السلاح الغير شرعي في العراق سنراها تنحسر وتختفي تدريجيا، ولا سلاح إلا سلاح الدولة والجيش، وستبدأ معها عملية بناء الدولة العراقية القوية، جيش واحد وشعب واحد. وأخيرا أرى حصول هزة للأسف أرضية يشعر بها سكان العراق، وتصير موجة من الخوف والقلق. نشهد عوامل مناخية تؤدي إلى حصول عواصف رملية وغير رملية تؤدي إلى سوء حالة الجو، وأرى أن هذه العوامل ستترافق مع هطول أمطار غزيرة ومشاهد سيول وفيضانات، والمياه تغمر العديد من الطرقات والشوارع في قلب العراق، لكن لن نرى خسائر بشرية لله الحمد. أيضا سنرى بعض النازحين العراقيين الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا أو بدول أخرى، نراهم يرجعون إلى العراق ويعمروا بلدهم ويستثمروا بأرض العراق. السودان. ستشهد سماء السودان تحليق طيران غريب ومجهول الهوية، وأراه يقوم بضرب أهداف محددة على الأرض ثم ينسحب ويختفي، تاركا وراءه حالة ارتباك كبيرة في صفوف الدعم السريع والجيش السوداني في قلب هذا الحدث، وسنراه يتأهب استعدادا لكل الاحتمالات القادمة من جراء هذا الحدث. الانقسام أو التقسيم على أرض السودان هو عنوان أو احتمال وارد لا محالة، وهنا أتمنى من الله ألا تصل حدود ونهايات هذه الحرب إلى تقسيم السودان. وأرى أن الصراع الدائم اليوم على أرض السودان سوف يشهد المزيد من التصعيد والاشتباكات، كما سيشهد المزيد من القتال وسفك الدماء، وخاصة في عمليات الاغتيال التي ستطال بعض الشخصيات العسكرية والسودانية من الطرفين. وأرى أن الخطر الأكبر في السودان سيكون من خلال بعض عمليات التفجيرات المفخخة والمتنقلة التي ستطال بعض المناطق والشوارع والمراكز في السودان خلال الفترة القادمة. وأرى صراعا في السودان لن ينتهي في ظل حكم العسكر، ولكنه سينتهي مع عودة الحكم المدني وانتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة برعاية بارزة جدا من قبل المملكة العربية السعودية. ستكون هذه المرحلة بقيادة رجل السلام العربي ولي العهد وسمو الأمير محمد بن سلمان. إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.